FM. الكلمة ليك. اللي شادين الملف رسميا سألوا المحكمة شنو هي الحكاية هذه وشكون زادوا، ما جابتهمش المحكمة في تركينا وحدنا في الدار. يقول وزير الدفاع زادها خاطر ما عجبتوش الحكم، يحبوك تحدى من المطار الحبس بالنفاذ العاجل. ما نحن في دولة انه يحكم القاضي كي ما عجبش الحكم هذاك شكون يزيدوا عادي، ما تقلق حتى حد. الكلام اللي قلته اليوم راه رزين عند الجنرال، سمحني مستغرب هذا على خاطر وزير الدفاع قاضي. نزيدك على وزير اتو كلهم قاضي او المحكمة الإدارية. وزير الدفاع القاضي خرج في التلفزة وقال كان ياسين عياري عنده ما يثبت اللي قالوا تو نسيبه. اولا التهمه اللي عندي مش مطالب باثبات، انا مطالب بالمس من الهيبه. اثنين شكونك انت باش تسيب وتشد؟ ثم محكمه تسيب وتشد؟ هذا القاضي اللي يعرف القانون. راهو الكلام اللي نقول فيه راهي قاعد نقول لرئيس الاركان يشهد زور او معناته تمسمست في فيسبوك، راهو مدير المخابرات يشهد زور، راهي المحكمه احكامها تتزاد، راهي محكمه علنيه ما خلوش عباد تدخل. راهو كلام هذايا كان جينا في دوله تحترم روحها، مش دوله شطر دوله تحترم روحها. اليوم لجان برلمانية تحل الملف هذايا، اليوم جنرالات تستقال وتحاسب، اليوم شنو هو اللي صار في قضية ياسين العياري؟ ياسين عياري بريء أدخل السجن سياسيا وحوكم عسكريا محاكمة سياسية غير عادلة، لم تحترم فيها لا ظروف الإيقاف لا حقوق الدفاع لا أبسط شروط المحاكمة العادلة. ها هو اللي صار اليوم. الكلمة ليك.